السلام عليكم، أهلا بكم في بودكاست أو قصص مروية وبها عظات. معنا اليوم قصة دينية قصيرة للموعظة، وهي عن سر استجابة الله للدعاء. أحداث هذه القصة وقعت عندما كان الإمام ابن حنبل يرغب في قضاء ليلته في المسجد، ولكن منعه عن المبيت فيه حارس المسجد، إذ حاول معه الإمام كثيرا ولكن دون جدوى. ظل الحارس على موقفه، فقال له الإمام: سأنام في موضع قدمي. وبالفعل نفذ الإمام ما قال، ونام بالمكان الذي به موضع قدمه. حارس المسجد لم يكتفي بمنع الإمام من دخول المسجد، بل قام بجره بعيدا عن مكان المسجد. وكان الإمام حينها شيخا وقورا تبدو عليه ملامح الكبر وأمارات التقدم في العمر، فلما رآه خبازا يجر بهذه الطريقة تضايق لأمره، وعرض عليه المبيت في بيته تلك الليلة. فوافق الإمام أحمد بن حنبل وذهب مع الخباز إلى داره، فأكرمه وأحسن ضيافته. الخباز كعادته ذهب لتحضير عجينه يصنع منها الخبز، وبينما هو يعمل سمعه الإمام يستغفر ويستغفر لعدة مرات كثيرة، ومضى وقت طويل وهو على هذه الحال. فتعجب منه الإمام ابن حنبل وأعجب به كثيرا، ولما طلع الصباح سأله عن سر استغفاره في الليل. الخباز لم يضع وقتا في الإجابة، بل رد قائلا إنه كان يستغفر الله دائما طوال صنع العجين. فسأله الإمام: وهل وجدت لاستغفارك ثمرة؟ وقد كان الإمام رجلا عالما يعرف ثمرات الاستغفار جيدا وفوائده الكثيرة. الخباز رد على الإمام بالإجاب: نعم، والله ما دعوت الله دعوة إلا أجابها، إلا دعوة واحدة طلبتها ولم تأت. فقال له الإمام أحمد بن حنبل: وما هي؟ فقال الخباز: رؤية الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام أحمد: إنني أنا أحمد بن حنبل، والله إني جررت إليك جرا. تلك القصة تعد من أغرب وأعجب القصص عن عظمة الاستغفار وفوائده العديدة. فالله ينادي عباده دائما: أما من مستغفر فأغفر له، أما من تائب فأتوب عليه. سبحان الغفار التواب الذي جعل بيننا وبينه بابا مفتوحا طوال الوقت، بابا نطرقه إذا أردنا اللقاء، بابا نطرقه إذا ضللنا الطريق، بابا لا يغلق أبدا طالما نحن على دينه الحنيف. فالحمد لله على نعمة الاستغفار، هذه النعمة العظيمة التي جعلها الله رحمة لنا وملجأ في كل حين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.